جلسة لو جلسة لو جلسة لو مين بده يكون معنا الليلة بجلسة لو ارسلا هيثم ميتيلا جود اند دوري جلسة لو مع ارسلا دكاش بدور دولار ميشيل حداد بدور يورو هيثم سعيد بدور أرشي جورج سويدي بدور سجيع ودوري سمراني بدور وديع دولار ويورو اثنين موظفين ببنك بأمن أحلى الخدمات للزبونين عن جد السير دخيلك عن جد كتير بعنقصي أنا بيوصلوا دولار ويورو بكير على البنك ببلشوا يرتبوا كل وراء والغراض قبل ما يوصلوا الناس كيف كان العشاء؟ بارح ما خبرتيني شو عملت واقفه شو عملت لظروفي حزينه شفتي حرام كثير شغل قوي لك اليوم اجا امبارح دخيلك تنرتبي بشوي هيك التنين شو بكرهوا يي حضري لي الوراق تبع ما بينتقص لنهار التنين اللي جايه مدري من وين قال بده يتدين 200 الف دولار 200 200 بدك تديهم ال 200 هلا شو بعرف كثير بس دولار بتشيل الغبر عن الطاولات ويورو بتدب لورا بكل البنك كرمال يكون كل شيء مرتب كثير 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 لا انا بتوتر بس شوف هيك المكتب تبعي مش نظيف لا 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 دخيلك يا لك هون عم اكلتها الجايه انا مش ما صرنا هالقد مش منطفين شو بك دخلك انت عم تفكر بتعي فرجيني شو عامله هون يا لك الغبره لا انا بنظف بنظف مكتبي بنظف لك مكتبي كمان لا مش مضطره لك ما مدش مد ايدك شيل شويه غبره ما لك اكلتك الجايه مش مضطره شو قلعتها لا 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 انا منطفه بتقرر دولار تروح تتاكد من الخزنه بالبنك بس ما بتلاقي المفتاح نحن ما شفنا الخزنه قبل ما نفل السبت قلت له روح شوفها ليه يي لحظة وين المفتاح؟ مي ما في بيصيروا يفتشوا على المفتاح بكل البنك لا دخيلك مفتاح الخزنة يا يا لا بيخترب بيتي اخترب بيتي شو فتحت تحت بيتي حاشت بلشة تنوحي شو فتحت تحت بيتي لا 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 اخترب بيتي اخترب بيتي لحظة نبشة نبشة قولك تحت الصوفة ما بعرف يا عمي أنا بتذكر إنه تركته هون بدك يا ارسل مليتي بدك يا مزيبتي تعالي فوق بركي تحت الساين يا وين وين قولك لا طيب وين معقول يكون يا عمي بركي طبيتي مش زباني بركي تحت اليورو ما بعرف وين دخلك لا ما لا مش معقول لا بلا بلا بالانفست بركي بالانفست ب 1000 قولك تركته هونيك وما انتبهت ما بعرف ما بعتقد بعيد كثير بس هني وين قولي لي يلا يلا ايه قلب الفي بركي بقلب الفي بركي بقلب الفي شوفي 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 يمكن تحت كانه في شيء بيشبه المفتاح لا لا ما بعتقد خلي على الفي ايه لا 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 ما بعتقد هون ابدا هون اكيد لا بعتقد هون لا ما في شيء لكن ورا الان تبع جنون ورا الان يا الله خلينا نشوف بركي ده اخترب بيتي اخترب بيتي كسرنا البنك ضاعت المفتاح لا لا نو واي ما عم بلاقيه رؤيتها شوف بركي نسينا بالخزنه لا بيصيروا يفتشوا بالجوارير بالمكاتب بالخزانات مصيبه 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 يا الله لك اختفت انا رح انطر لما ما بيلاقوا المفتاح بيقرروا يبلشوا شغل وبعدين انت بتعرفي شو خلص بعتقد تركي هلا بعدهم بلش نهار دخيل الله خلينا نبلش نهار منيح قومي لنكفي شغل بنرجع بنشوف وين المفتاح وبيقعدوا على مكاتبهم واول زبون بيوصل عرشي اغنى زبون بالبنك بونجور ليديز يا احلى 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 هيدا عنده اكبر حساب عنا يا احلى وسهلا جاي لك حالا يا احلى وسهلا جاي لك يا احلى وسهلا بونجور ليديز احلى في يا احلى 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 كيف بدك بيصيروا يهتموا فيه بشكل كبير وبيردوا لعنده تيسلموا عليه ويقعدوا بس هلا شو عايز ونحن كلنا لك اهلا وسهلا اهلا وسهلا قهوه انت مرتاح عن جد وانا بشوف لك قد ايه طالع الدره لحتى الدره تعمل الحويلات شو بدك بس قل لي انت لا ما تقول ما تحكي انا كنت ما تقول شيء بالوما نفهم انا كنت محتاج حوالي 150 الف دولار اجيب ولك انا نحن بعمرك
بأمرك بأمرك شيليني من وين الدولار مفتاح؟ ولك من كونت الدولار على كونت الدولار مفتاح؟ المكتب في حاجة غلط النهاردة؟ هو في لا لا ما فيش حاجة لا لا ما فيش دولار بتبلش تساعده بالمعاملات ويورو بتسأله شو بيحب يشرب وبتروح بتجيب له ساعدك بالمعاملات لحتى نشوف شو بحب أعمل لك بدنا نعمل في عنا إسبريسو جرين تي كافي شو بدك؟ يا اشرب سجاير لا ما فيك تدخن هون ليك اكيد فيك تدخن بلا فيك تدخن فيك anyway انا محتاج لا تفضل يلا خليني بعمل لك بعمل لك اسبريسو خليني انا وياك نظبط لحسابات اسبريسو anyways صبايا اسبريسو خلينا نظبط لحسابات انا محتاج حوالي 150 الف دولار اجيب اكل للكلب تكرم عينك تكرم عينك تكرم عينك تكرم عينك انت بس تلوم ومحتاج الكلب يجرني لفوق اصلا انت بس الاسبريسو انت بس تلوم تفضل القهوه فجاه ينزل ببلش ينزل دم من منخار على دولار تخيلت مش لازم طب يركض علي راسك لفوق علي راسك شدي من عندك شدي من عندك يركض ارشي أرشي بيركض يفتش على محارم ليسحدها دخيل هون فتش على محارم محارم خدعت يا هون شو لازم أعمل بهالوقت أنا بتوتر ما فيش وبتركض يورو بتعلي لها إجريها لدولار وبترجع لها راسها لورا دخيلك يا صديقة دخيلك بترجعي لها راسها لورا رجع رجع راسك كثير كثير حمد أوكي أوكي رجع راسك لورا حدا يهوي لي وبس ترتاح دولار بيرجع على شغله بكف المعاملات خلص او فيل باتر خلص قطعت قطعت على خير كلكم ذوق يا جماعه ارجعوا انتم بقى انا هستنى انا كثير شغل خلنا بس يخلص ارشي كل وراقه بيكون في شيء في حاجه همضيها ايه ولا ومضي لي هون في موظفه ماتت تحت ما يا بدي امضاك اذا بتريد من بعد اذنك بيخلص ارشي كل ورا بيكون بده يفل يعني. لحد ما بيوصلوا اثنين حراميه جايين يسرقوا البنك خلص مش حالنا نحن خلصنا كل بالعرض بالعرض مش انت ولا مش انت مش انت بالعرض وديع وسجيع بيصيروا يفوتوا ويهددوا الزبونات والموظفين بالسلاح ما بنعرف شيء لا دخيلكم مريض حد هنا دخيل شو هالقلاة قلت لك جيب قران جيب جيب لك كده قران ستك ريحته بسلين بيوقفوا دولار ويورو بيعملوا له ايديهم لفوق وبيرجع ارشي لمحله انا جاي شيل عويناتك وليه هم 150 الف بتوع الكلب خذهم انت حلال عليك انا ما خذتها يا ابن الكلب جيب الكلب لوين؟ وبيحملوا وديع وسجيع كياس كبار بالعرض كسرت الدنيا انا على ليلة حافظونا على البنك اذا بكم تسرقوه ولا كلمة عبول ولا كلمة يحملوا وديع وسجيع كياس كبار تيعبوا فيهم المصاري وبيطلبوا من دولار ويورو يعبوا كل المصاري فيهم يلا عبوا كل الكياس المصاري يلا بس وين الكياس؟ أي مصاري أي مصاري المصاري بالصندوق هول هن هول هن بس المصاري اللي بالصندوق ما في غيرهم كذابة هول هن ما في غيرهم طلعوا بالصندوق وين المصاري؟ ما في غيرهم في 200 دولار بس دولار دولار بس دولار ويورو بيتذكروا انهم مضيعين مفتاح الخزانه بتاعت امك وين المفتاح؟ ما في مصاري بتاعت امك انت كمان بيصيروا يجربوا يقنعون انه المفتاح منه معهم عن جد مضيعينه شو؟ عن جد مضيعينه شيل المفتاح ولا ما شيل المفتاح نبشنا كثير الصبح ما لقيناه عن جد ما لقيناه ما عم نكذب كل حالك بيصيروا الحراميه يجبرون يفتشوا على المفتاح بيصيروا يفتشوا معهم الله يخليك اتحرك انا مش متحرك اصلا هو يا باشا ولك شو انا جاي اسرق ولا ساعدك؟ راح مين المفتاح؟ يا الله طب انا عن جد بشوف هون بيقرر ارشي انه يجرب يهرب بس بيشوفه سجيع وبيقوص عن جد ضيعني للمفتاح عن جد ما عم نلاقيه ولا ولا بين
انصاب ارشي وبيوقع بالارض وبتركض دولار تتساعده. مستر ارشي يا لهوي يا مستر ارشي يا اوكي مستر ارشي بليز دونت داي بليز انت مش ميت بتصير ريكا وعم تبكي انه مات عم تبكي مات ارشي بلا بكي يا يردوا طب انا عندي حلقه ما بخرجش حلقه قولوا المفتاح لا بكره نتقابل عندنا مش ميت يا هبل ليه ما يمشي من جد ما نجم يورو بتستغل الظرف كرمال تتهجم على شجيع ووديع وبتصير تتحارب هي وياهم وبتاخذ منهم الفرد بالاخر يا سعد يا حمار والله Thank you.